وجدتهم في طريق الأمن. وعندما استقر نجم الدين وشجر الدر في دمشق، قالت شجر الدر في سرور: منزل سعيد يا مولاي، وما بعده أسعد بإذن الله. قال الصالح نجم الدين وهو يسرح بصره بعيدا ناحية مصر: ولكن كيف الوصول إلى مصر؟ أعاننا القدر ودخلنا دمشق بغير أن نرفع سيفا أو نريق دما. أما بعد هذا فالطريق شائك، ولا ندري ما خبئ لنا فيه من سيوف بني أيوب وكمائنهم، وخبث الفرنج ودبير سوداء بنت الفقير وكيد أتباعها الموجودين في صفوفنا.